الأخوة السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البودير. شحال هذه كانوا كيقولوا جدودنا الأولى الروح عزيزة عند الله، ويا ويل القاتل من غضب الله وقاتل الروح مهما طال به الزمن أو قصر، ضروري ما غادي يجي شي نهار غادي يخلص فيه وغادي ينال الجزاء ديال أفعاله الإجرامية. موضوع حلقة اليوم كيتعلق بقضية الشرطي المغدور اللي كل مغاربة تأثروا القضية ديالو بزاف، خصوصا ديك الطريقة البشعة اللي تمت التصفية ديالو به، قتلوه وشوهوا الجثة ديالو من بعد ما حرقوه بالنار في محاولة منهم لإخفاء وطمس معالم الجريمة. ولكن كاين واحد المثل معروف وشهير كيقول بأنه لا توجد جريمة كاملة، أي مجرم ضروري ما كيخلي الأطراس ديالو، وأي قاتل كيخلي الأثر ديالو في الجريمة، يعني المصالح الأمنية ديالنا بما عرف عنها من كفاءة وخبرة وميراث في مجال التحقيقات والأبحاث في الجرائم والقضايا الكبرى. لازم ما غطيح المتورطين وتكشف لغز هذه القضية البشعة. والآن آخر الأخبار كتقول بأن المصالح الأمنية والدركية بحكم أن هذا الملف شغل جميع الأجهزة الأمنية وكل شيء كيقلب الآن، كتقول آخر الأخبار بأنه تم إلقاء القبض على جوج ديال الأشخاص، تم توقيفهم من بعد ما جاوا برجليهم لعند شي واحد ميكانيكي قال لك السي خسرت لهم السيارة ديالهم، ومشاو عند الميكانيسيان باش يصلحها لهم، وهاد السيد شك في الأمر ديالهم، ربما كانت عنده شي معطيات أو معلومات عليهم أو شاف شي حاجة تما في هذيك السيارة، وهادشي اللي خلاه يربط الاتصال مباشرة بالسلطات المعنية، قال لهم ها واحد جوج مشكوك في أمرهم وربما عندهم علاقة بقضية الشرطي المغدور. وبالفعل المصالح الأمنية والدركية ما تعطلاش وحضرات فرقة مختصة على وجه السرعة، وتم قامت بإلقاء القبض على هذا المشتبه فيه. ولحد الآن ورغم أن الصحف المغربية مجموعة من الصحف قالت بأن الأمر كيتعلق بالمتورطين في هذه الجريمة، إلا أن الأبحاث الآن مازال في البداية ديالها معهم، وما يمكن لي أنا شخصيا من هذا المنبر بحكم أنني عندي خبرة كبيرة في تغطية الجرائم والقضايا الغامضة لحوالي 20 سنة تقريبا، كنعرف كيفاش كيخدم الأمن وكيفاش كتخدم النيابة العامة وكيفاش ما خصش الإعلام نهائيا باش يتسرع ويوجه الاتهام لأي موقف، ويقول بمجرد ما يشوف شي واحد دار ليه المينوط أو تهز الكوميسارية يقول بأن هذا هو المتورط الحقيقي في الجريمة. المصالح الأمنية أو الدركية كتقوم بتوقيف أي مشتبه فيه في مسرح الجريمة أو أي شخص كتبان ليه عنده شي علاقة أو رابط ما بينه وبين القتيل. هادشي روتيني وعادي جدا، ماشي غريب يتم توقيف أي شخص مشتبه فيه، ولكن التهمة ما يمكن ليها التوجه إلا من طرف القضاء وإلا من بعد الوصول إلى أدلة أو حجج قوية وقاطعة كتأكد العلاقة ديالو بالجريمة. المهم الآن تم توقيف جوج ديال الناس وهما دابا راهم تحت الحراسة النظرية أو كيخضعوا فقط للأبحاث، وإلا تبت عليهم بأنه كانت عندهم علاقة بهذه القضية عاد غادي يتم الاعتقال ديالهم وتقديمهم أمام السيد قاضي التحقيق اللي غادي يكون عنده الوقت الكافي والإمكانيات والوسائل الكفيلة بكشف لغز هذه الجريمة البشعة، وإلا تبين بأنه ما عندهم حتى شي علاقة بهذه الواقعة مجرد شبهة فقط بدون أي حجة أو دليل غادي يتم الإفراج عليهم. هذه هي العدالة وهذا هو التطبيق السليم للقانون. كلنا كمغاربة كنتمناو يتم فك لغز هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن، ولكن ما بغينا حتى شي واحد بريء أو مظلوم يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية ديال هذه الجريمة. والأمن ديال بلادي والسلطات القضائية المختصة عارفين اش كيديروا وعارفين كيفاش يوصلوا للحقيقة الكاملة وكيفاش يجمعوا ويوفروا كل الأدلة الكفيلة بإدانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة. المهم الآن الأبحاث جارية مع هاد الناس وكيتم البحث معهم بشكل دقيق ومعمق جدا، وكاينين ضباط كبار من الشرطة القضائية هما اللي عندهم تجربة عميقة في هادشي، هما اللي مكلفين بالبحث مع هاد الناس. وبلا شك فالمديرية العامة للأمن الوطني ما غاديش تردد نهائيا في إخبار الرأي العام الوطني عن طريق بلاغ من بلاغاتها الرسمية والدقيقة والواضحة بالنتائج ديال الأبحاث مع المشتبه فيهم. هادشي اللي تبت فعلا أنهم هم اللي تورطوا في هذه الجريمة البشعة. المهم آخر الأخبار كتقول بأنه أو بأن التحقيقات أو الأبحاث اللي كتباشرها المصالح المعنية تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بينات بأن المشتبه فيهما، يعني هاد الجوج اللي تم توقيفه، كان على متن سيارة نفعية خفيفة قبل أن تصاب هذه السيارة بعطب ميكانيكي، وهو ما اضطرهما إلى التوجه إلى ميكانيكي قصد إصلاحها على مستوى الجماعة الحضرية بمنطقة الدروة الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشي. المصادر كتقول بأن الميكانيكي
راودته شكوك في أمرهما، وقام بإبلاغ المصالح المعنية التي حضرت إلى عين المكان في ظرف زمني وجيز، وعملت على توقيفهما داخل محل إصلاح السيارات قصد القيام بالمتطلب من أجل البحث والتحقيق معهما. واستنادا إلى المصادر دائما، فقد سبق لعناصر الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي بكل من مدن دار البيضاء وبرشيد وسطات أن تمكنت من العثور على كاميرا أو الكاميرا الوظيفية ونظارة الشرطي بمنطقة الرحمة. تم بعدها العثور على جثة الضحية متفحمة ومقطعة الأطراف السفلى، وذلك بدوار الخدارة جماعة وقيادة ساحل أولاد حريز عمالة برشيد. كما تمكنت المصالح الأمنية من العثور على سيارة الضحية محترقة بعدما تم إضرام النار فيها بغرض طمس كل معالم هذه الجريمة البشعة. آخر خبر أيضا كيقول بأن فرقة أمنية خاصة مكونة من الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني كتعقب وكتتابع وكتبحث عن طريق مسار السيارات العابرة وكل العربات الممكنة عن طريق أو من خلال كاميرات المراقبة المثبتة عبر العديد من الشوارع، خصوصا شوارع الرحمة وبوسكورة وحد السوالم والدروة، وبالضبط من الطريق الذي سلكه الهالك قيد حياته، وكذلك الممرات وكل المسالك التي يحتمل أن يكون الجناس قد مروا منها. وتقول المصادر بأنه حاليا يجري البحث مع المشتبه فيهما الموقوفين اللذين تم القبض عليهما، بحيث ترجح المصادر بأنها كانت أي السيارة في خدمة الجنات المفترضين، وربما كانت هذه السيارة مكلفة بإعطاء إشارة إلى شركاء آخرين لهما، ليبقى التحقيق أو البحث هو وحده الكفيل بكشف لغز هذه الواقعة البشعة. بقى واحد الخبر آخر مهم جدا، وهو عبارة على رسالة أو نداء من شقيق الراحل كيوجه فيه الملتمس أو الطلب دياله إلى جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي سبق لهم نشروا الصورة ديال الأخ دياله وهو متوفى، يعني جثة، يعني محروق، ديك الصورة اللي شافوها المغاربة كاملين بلا ما نحتاج نوصف أو نزيد ندقق فيها. الأخ ديال الشرطي الراحل الآن كيلتمس من هاد الناس اللي نشروا ديك الصور باش يحذفوها على الفور، قال لهم أثرت فينا بزاف، والوالدة ديالي الآن وخا عندها تليفون راها مازال ما شافتها، وكل الخوف هو تشوف الصورة ديال الابن ديالها وهو بديك الطريقة البشعة. فآخر خبر يقول بأن شقيق الشرطي المغدور وجه رسالة مؤثرة إلى عموم المغاربة وخاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كيقول فيها وبالضبط من خلال تدوين عبر حسابه الفيسبوكي، يقول أرجوكم أي صفحة أو أي حساب سبق وأن نشر صورة أخي بما حريقا أو محروقا بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أن يحذفها على الفور. شقيق الشرطي الراحل قال بأن أمه حتى الآن لم ترى الصور وهي تملك هاتفا ذكيا، مضيفا لا تحرقوا قلب أمي مرتين، أرجوكم أن تحذفوا هذه الصور. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنت منكم إخواني الدعم هذا المحتوى الهادف باللايك البارتاج والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هاد القضايا يتوسع أكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناة ديالنا. أما البارتاج فكيعني المشاركة، فهذا كيعني أنكم أيها المواطن أيتها المواطنة أيها المشاهد أيتها المشاهدة كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إلى كنت أنا صانع محتوى أنتم هما المعنيين به، والأمر كيرجع لكم ودوركم في المشاركة مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.